صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين. ونهنئ إخواتنا المسيحيين بعيد النيروز، عيد الشهداء. المسيحية هي الشهادة، المسيحية هي من قدمت شهداء، الكنيسة الأرثوذكسية من قدمت شهداءها، المسيحية من قدمت شهداءها، بولس الرسول، بطرس الرسول، الشهيد استفانوس، وعلى مر العصور وفي ايام دقلديانوس، وده منهور سميت بدم نهور، يعني دم كتير، وده قبل دخول العصر الاسلامي. ولكن ان شاء الله باذن الله ربنا يمر الايام اللي جايه على خير، وما يبقاش فيه اي فتنه طائفيه، ويبعد عننا كل من هو داعشي وكل من هو يثير الفتنه. ولكن مع الاسف ومع الالم ومع الحزن في هذا الصباح اتهمنا بازدراء المسيحية عضو العفو الرئاسي اطلاق سراح الباحث الاسلامي احمد سبيع. كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عن اطلاق سراح احمد سبيع الباحث في مقارنة الاديان ضمن المحبوسين احتياطيا بعد استيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة، مضيفا في تصريح اليوم الجمعة: سبيع كان قد اتهم بازدراء الدين المسيحي، ومن المقرر اطلاق سراح سجناء جدد في القريب. كيف ويتم وكيف نقول اننا نبعد الفتنه الطائفيه وهم هؤلاء سبب اثاره الفتنه الطائفيه؟ ايهاب رمزي انشاء نادي عيون مصر خطوه جريئه لفتح التمييز الديني في الرياضه ضد المسيحيين الاقباط. أشاب الدكتور إياب رمزي عضو مجلس النواب بفكرة إنشاء نادي عيون مصر التي أعلنت الكنيسة عن بدء تأسيسه ليكون نادي رياضي لكل المصريين، مشيرا أن الاتجاه لهذه الفكرة هو أمر يفضح التمييز الديني في الرياضة المصرية الذي يمارس ضد الأقباط، وسبب حالة نفسية لدى الكثيرين من الشباب المسيحي الذي رفض في عدة أندية لكونه مسيحي، وحرم من حقه في استغلال مواهبه للممارسات وتمييزه. كشف عنها بعض التجارب التي تعرضت لمثل هذه الأمور، وأضاف أن الفكرة ليست طائفية كما يزعم البعض، لأن الكنيسة مؤسسة وطنية نجحت العديد من المشروعات التي تقبل من جميع المصريين مثل المدارس والمستشفيات، بل يقبل عليها المسلمين أكثر من الأقباط. ولذا فكرة النادي تعمل على إعادة دمج الأقباط بالمجتمع وكشف المواهب وتقديمهم للمجتمع، وهي فكرة تهدف لإخراجهم من العزلة بالكنيسة وتقديمهم للمجتمع في ظل التجاهل من الأندية المصرية للأقباط المسيحيين ومواهبهم، لا سيما أن هذه ليست وظيفة ولكن موهبة لم يحصل عليها البعض، ولم نجد لاعبي أقباط بالكرة المصرية منذ زمن طويل، وما زال هاني رمزي هو اللاعب الوحيد الذي يتردد اسمه منذ التسعينات من القرن الماضي، وكأنه لا يوجد لاعب مسيحي آخر يصلح بعده. وتابع إن إنشاء نادي عيون مصر يكشف العوار عفوا الذي أصاب الرياضة المصرية، ولا يجب أن نلوم الكنيسة، بل لن أن نلوم المناخ العام الذي سمح بإنشاء هذا النادي، وهي خطوة يجب أن نقدم التحية لمن فكر في إنشاؤه، لأنه تحدث بالفعل عن قضية تحدثنا عنها كثيرا حول غياب اللاعبين الأقباط المسيحيين في الملاعب المصرية، وهو ما يفضح القائمين على الأندية المصرية التي تعين بعض المشرفين على الكرة واختيار المواهب من شخصيات تحمل فكر تمييز ضد الآخر وتحرمهم من التمتع بحقهم الإنساني والقانوني في المشاركة في الأنشطة الرياضية، وهو ما أدى لعزلة الأقباط داخل الكنائس وممارسة الرياضة داخل الكنائس في ظل حالة إحباط أنه لا فرصة لهم في ظل مناخ يمتلئ ويتضامن مع كل إنسان. نطل الاستبداد عليه.
وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرائي بطريرك لبنان رسالة جديدة لشعبه جاء بنصها. يسوع المسيح كلمة الله المتجسد يخاطب كل إنسان ويعطي جوابا لكل مطلب نطلبه في الفرح وفي الحزن وفي الصحة وفي المرض وفي الغنى وفي الفقر في حالات الظلم والاستبداد والاعتداء. وحده يعرف كيف يتضامن مع كل إنسان ويمشي معه في طريقه. أحبائي وأعزائي، نعم، ولكن ما موقف الطب الشنودة؟ هل توقفت الأحداث عن هذه الموضوع؟ هل لا يمكن أن نتكلم عن هذا الطفل اليتيم الذي أصبح يتيما، الذي أصبح مذلولا في دار رعاية؟ نعم، الطفل شنودة، الكل يبحث عن حلول لمشكلته، الكل يبحث عن حلا لهذه المشكلة وعن التمييز الديني. الكل يحاول أن يبحث لحل مشكلة عن هذه الفكرة البغضاء، وفكرته هي التمييز الديني. كيف بعد أن وجدوا هذا الطفل اليتيم وهو في بضعة أيام في داخل من داخل الكنيسة ويقولون أنه مسلم بالفطرة؟ لا مانع لنا أن يكون مسلم بالفطرة، ولكن هل بعد أن قاموا أهل المسيحيين بتربيته، هل هذا هو المحق؟ هل هذا هو ما يستحق؟ ولكن إيهاب رمزي، لا يوجد بالقانون المصري ما يعتبر الطفل فاقد الأهلية مسلم بالفطرة. وتغير الطفل شنودة خضع للمزاج الديني للمسؤول وزراء التضامن. أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن قاضية الطفل شنودة هي خطوة نحو تشريع جديد للتبني، لأنه ما أقدمت عليه وزارة التضامن الاجتماعي بتغيير اسم وديانة الطفل لا يستند إلى أي نص قانوني أو سند تشريعي، بل يستند للمزاج الديني للمسؤولين. فعندما يكون الأب والأم معروفان يتبع الأطفال ديانة الأب حسب نص القانون، ولكن عندما لا يعرف الأب أو لا يعرف الأب أو الأم فيتم اللجوء لنشأة الطفل. وحيث أنه ولد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع أسرة مسيحية، فهنا يظل الطفل على هذه النشأة، ولكن تحويل ديانته واسمه بحجة الطفل مسلما بالفطرة فهو أمر ينص عليه أي قانون، سواء قانون الطفل أو الأسرة، بل استند لمزاج ديني للمسؤولين. وتابع رمزي بتصريحات لنا أن هذه المشكلة ليست لها غطاء قانوني ولا يوجد سنة تشريعي لهذه الحالة، وإن إيداعه في مؤسسة مسلمة هذا اجتهاد لا يقابله قانون ويحكمه المزاج الديني لدى الكثير من المسؤولين وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي، لأن العودة يجب أن تكون للنشأة، فهو عاش ونشأ داخل الكنيسة، لذا يجب أن يظل على هذا الأمر حتى يكون له حرية الاختيار، لا سيما أننا لدينا فراغ تشريعي. ولذا نتساءل على أي أساس قانوني تصرف مسؤول التضامن الاجتماعي، وأن هذا لا يفسر سوى أنه استند لمزاجه الشخصي ومزاجه الديني الذي يتعارض مع الدولة الدينية. وأكمل رمزي، هذه مشكلة حقيقية يعاني منها أيضا الأقباط بمصر، لا سيما أن الشريعة المسيحية لا تحرم التبني، وبالتالي وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم، ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمى بالتبني للمسيحيين، وهو ما خلا منه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبني رغم إصرار الكنيسة عليه سابقا، إلا أنه تم حذفه حتى يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وطلب حذفه. ولذا يجب أن يتم استغلال الحوار الوطني القائم الآن لفتح حوار حول هذه القضايا، وأيضا أن يسمح بالتبني وتفتح فيها المناقشة
مع جميع الأطراف المعنية، لأنها مشكلة يعاني منها جموع المسيحيين، وعلى الدولة إيجاد حلا لها، لا سيما إنها مشكلة متكررة مع الكثير من الأسر المسيحية. من أجل ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، بل مناقشة حذف خيانة الديانة من كافة الأوراق الرسمية حتى يتم تطهير الفكر من التطرف والتمييز. هذا الطلب الذي طلبه المسيحيون من آلاف المسيحيين، أن تحسب اسم الديانة من البطاقة، ولكن لن يحدث، لن يحدث أبدا. إنها بلد ليس بها أي فكر متميز، هناك العقلاء وهناك الجهلاء، وهناك شجار وعنف وألم واضطهاد، ولكن نعلم جيدا أن لدينا رئيس يحب المواطنة ويبحث دائما عن عدم التمييز بين إخوتنا المسلمين وبيننا نحن كمسيحيين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسلامة والسعادة، ويا رب تكونوا بألف خير وألف سلامة. سلام الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للأنبا موسى أسقف الشباب. كشف مصدر مقرب من الأنبا موسى أسقف الشباب الحالة الصحية له، وذلك بعد تعرضه لوعقة صحية الثلاثاء، وتم نقله إلى أحد المستشفيات. وقال المصدر في تصريحات لقناة الملك والأمير أن الأنبا موسى أسقف الشباب تعرض لوعكة صحية نتيجة تغيير دواء جديد لمرض السكر، موضحا أن الدواء الجديد أدى إلى ارتفاع في اليوريا والكرياتين. أضاف المصدر للأنبا موسى الآن في تحسن ملحوظ، وسيخرج قريبا من المستشفى، وتم احتجازه في المستشفى لضبط نسبة اليوريا والكرياتين. وزار قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا موسى أسقف الشباب بعد تعرضه لوعكة صحية، واطمأن قداسته على حالة نيافته الصحية. وافق البابا تودروس في الزيارة الأنبا دانيال، ورافقه أيضا الأنبا دانيال وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات الاجتماعية ترتيبات تجنيز الأنبا إيساك الأسقف العام. أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترتيبات تجنيز الأنبا إيساك الأسقف العام. وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، اليوم تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير تقديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، غدا الأربعاء في الكاتدرائية المرقسية. رحم الله نياحة هذا القديس العظيم الأنبا إيساك، وهو رب راهب في دير السريان السيدة العذراء. لكم أحبائي كل الحب والتقدير وسلام الرب، ودايما يا رب نطمئن على آبائنا ورهباننا وقديسنا العظماء. شكرا ليكم ولكم ومحبتكم. متنساش اشتراكك في قناة الملكة والأمير، وتعليقك كان سلبي أو إيجابي.